تطوير منطقة سور مجرى العيون، مشروع يأتي ضمن خطط الدولة لتطوير المناطق التاريخية ولإعادتها لمكانتها الحضارية. المشروع الذي يقام على مساحة 95 فدانا يقدم 79 عمارة سكنية على الطراز الإسلامية، لتقدم الدولة سكنا يليق بالمصريين ويتسق مع المكانة التاريخية للمنطقة. المزيد حول هذا المشروع يستعرضه لنا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. أهلا وسهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، أرحب بكم من منطقة سور مجرى العيون. هذا الحلم الذي تحول لواقع حقيقي نعيشه ونراه بأعيننا. الكل يعلم ما كانت عليه هذه المنطقة من قبل، المشهورة بمنطقة المدابغ، وأنها كانت من المناطق العشوائية غير الآمنة، لكن الإرادة السياسية القوية وتكاتف جميع مؤسسات الدولة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على جميع المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة وتوفير سكن يليق بكل المصريين، هذه الأمور أعادت هذه المنطقة لمكانتها الحضارية والتاريخية مرة أخرى، وهذا كان توجه من الدولة بتطوير كل المناطق التاريخية لتكون مناطق جذب سياحي لمصر، وأيضا توفير سكن يليق بكل المصريين. هذا المشروع الضخم العملاق الذي حول المنطقة بشكل كامل مبني على الطراز الإسلامي الفريد من نوعه لإعادة المكانة التاريخية والحضارية لهذه المنطقة. نتواجد بهذا المشروع لنتابع سير العمل فيه. هذا المشروع الذي ينقسم إلى جزئين هامين، الجزء الأول وهو الجزء الخاص بالوحدات السكنية. المشروع بشكل عام يتم على مساحة 95 فدانا، أما إذا تحدثنا عن المشروع أو الجزء السكني فنتحدث عن 79 عمارة سكنية بواقع 1924 وحدة سكنية. الوحدة السكنية ستكون على مساحة 150 مترا مربعا، وقبل البدء بالطبع في هذه الوحدات السكنية تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية فيما يتعلق بشبكات الصرف الصحي وتوصيل أيضا الغاز لهذه الوحدات السكنية، وأيضا تمهيد الطرق، يعني شبكة من الطرق والمواصلات تتم في هذه المنطقة ومن حولها أيضا هناك شبكة طرق يتم العمل عليها ليتم إعادة هذه المنطقة لمكانتها التاريخية والحضارية مرة أخرى. نسب التنفيذ يعني بمعدلات هنا كبيرة جدا، تم الانتهاء من عدد كبير من العمارات ومن الوحدات السكنية، ويتم الآن على الانتهاء من المتبقي من هذه الوحدات السكنية.